قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. في الآية العاشرة قال الله تعالى: وفرعون ذي الأوتاد. ما هو منشأ وصف فرعون بذي الأوتاد؟ الأوتاد جمع وتد، والمراد من الوتد هو ما يتم تثبيته في الأرض أو ما هو ثابت في الأرض. لذلك يقال للجبل أنه وتد نظرا لثباته وتجذره في الأرض، ويقال لعمود الخيمة الذي تعتمد عليه الخيمة أنه وتد الخيمة، وكذلك يقال للأعمدة الصغار التي تثبت بها أطراف الخيمة أنها أوتاد. ثم استعمل الوتد في الصروح المشيدة السامقة العالية، وإنما يقال للمباني والصروح والأبراج العالية أوتادا لأنها مثبتة في الأرض سامقة في السماء. ففرعون ذي الأوتاد تعبير عن قوته وسعة قدرته، حيث أنه له صروح ومباني مشيدة. هذا هو المحتمل الأول من وصف فرعون بذي الأوتاد. وثمة معنى آخر أشارت إليه بعض الروايات: سئل الإمام الصادق عليه السلام لماذا سمي فرعون بذي الأوتاد؟ قال: إن فرعون إذا غضب على أحد أوتد له في الأرض 4 أوتاد، ثم وضع يدا في وتد ويدا أخرى في وتد ورجلا في وتد ورجلا أخرى في وتد، فيشده أو يشد أطرافه بالأوتاد 4 بعد أن يلقيه على وجهه، ويبقى مطروحا في الشمس إلى أن يموت. وربما أوتد له على الخشب يفرشه، فيوتد أطراف الرجل المغضوب عليه على ذلك الخشب إلى أن يموت. وقد يفعل أكثر من ذلك، كما فعل بآسيا بنت مزاحم رضوان الله تعالى عنها زوجته عندما آمنت بموسى عليه الصلاة والسلام، وتمردت على دين فرعون وأظهرت إيمانها له، ونصحته ووعظته بأن يقبل من موسى دعوته. غضب عليها فعذبها كما يعذب الآخرين، أوتد لها في الأرض 4 أوتاد، وشد أطرافها كل طرف في وتد، ثم أخذ رحى ووضعه عليها إلى أن فارقت الحياة. المراد من الرحى هي صخرة عظيمة مدورة يطحن بها القمح والشعير سابقا. لهذا سمي فرعون بذي الأوتاد تعبيرا عن قسوته وشدة تنكيله وتعذيبه لبني إسرائيل من رعيته، فهو ذو الأوتاد إشارة إلى واحد من وسائل التعذيب التي يعتمدها مع من يغضب عليه من رعيته.